أهلا بكم مشاهدينا إلى أهم أخبار الاقتصاد. فقد ذكر تقرير البنك الدولي أنه بدءا من شهر كانون الثاني 2021 فقد زادت نسبة البطالة أكثر من 10% عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 12% و17 درجة بالمئة. وأضاف أن الوضع في العراق محفوف بالمخاطر بسبب المعوقات الهيكلية، يشمل ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت بتقديم الخدمات العامة والتسديد البطيء للديون المتأخرة، لا سيما المتعلقة بالأجور العامة وتحمل المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي أعباء الديون السيادية. وأضاف التقرير أن هشاشة الوضع السياسي وضعف نظام الرعاية الصحية والفساد المستشري كلها عوامل تثير الاضطرابات في العراق. أقرت وزارة المالية في العراق أنها تحملت في السنوات الثلاث الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المثقلة، أصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وزيادة فاتورة الأجور. وذكرت الوزارة أن أعباء الأزمة المالية هددت تأمين رواتب الموظفين بعد انخفاض شديد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي. قال خبراء اقتصاديون أن العجز في الموازنة لن ينتهي بسهولة بعد ازدياد أسعار النفط، ويجب عدم التعويل على ازدياد أسعار النفط العالمية. وأضاف الخبراء أن العجز يمكن أن يعالج من خلال تقليص المصروفات غير الضرورية وتعدد الرواتب والفضائيين بسيادة وتحقيق القانون الذي يقلل من ضياع وسرقة الأموال العامة، مؤكدين أن سعر برميل النفط الموازنة المقبلة مهم مهما كان فإنه لن ينهي العجز بسهولة. كشفت وثيقة تداولتها وسائل إعلام عن صرف سلطات البصرة أكثر من 4,176,000,000 رواتب لموظفين في شركة هندسية استشارية للبنى التحتية في المحافظة. وتضمنت هذه الوثيقة الاستحقاقات الشهرية واجبة الدفع بعد توقيع العقد من قبل محافظ البصرة مع شركة خطيب وعلمي المكلفة بالأعمال الاستشارية للبنى التحتية الكاملة في بعض مناطق المحافظة، بلغت قيمتها 4,176,000,000 دينار. وبيّنت الوثيقة أن هذا المبلغ صرف لموظفي الشركة برواتب غير مسبوقة تتجاوز 30,000,000 دينار للمهندس الواحد. ازدادت أسعار الأعلاف بمعدل 4 أضعاف بسبب غياب الدعم الحكومي في العراق. وقال وزير الزراعة فلاح الخفاجي إن إيقاف خطة دعم محصولي الشعير والذرة خلق أزمة وتسبب بازدياد أسعار الأعلاف 4 أضعاف، وسجلت أسواق المواشي في بغداد خسائر بالمليارات تعد الأكبر منذ 4 سنوات لأسباب تتعلق بغياب الدعم في مقدماتها العلف الحيواني. انخفضت وهبطت أسعار النفط الخام من جراء ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب. فقد انخفضت عقود الآجل لخام مزيد برنت 58 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و59 سنتا للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسط الأمريكي 58 سنتا ليصل إلى 80 دولارا و21 سنتا للبرميل. شهدت كلتا السوقين هبوطا في الأسابيع الثلاثة الماضية من جراء التأثر بزيادة الدولار والتكهنات بأن إدارة بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.